كلمه واستشهدوا شهيدين. كلمه شهيد مش شاهد، ما قالش شاهد. شهيد دي صيغه مبالغه، كانه شاهد تعورف بعداله الشهاده تعارفا حتى صار شهيدا، مش شاهد. يعني عرف كده مين ده، انسان ايه الانسان، لان مطلق شاهد يمكن زور، انما شهيد وتكررت منه الشهاده والناس امنته على هذه والقضاء امنه على شهادته، يبقى دليل على انه ايه، يبقى على انه شهيد. فعين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هو الحق سبحانه وتعالى طلب منا على قدر طاقتنا، مش اللي يرضى ربنا من الشهداء، لا، بس انتوا يغلب الظن عليكم انكم ترضوهم انتوا. رجل وامرأتان، علل مجيء المرأتين في نقاب الرجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن الشهادة احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث، والمرأة بعيدة عن كل ذلك. الأصل في المرأة أن ما لهاش دعوة بالعمليات دي خالص، فإذا كانت الأمور تضطرني يبقى لأن الأصل فيها أن يكون فكرها غير مشغول بما يحدث في المجتمع الذي يحيط بها، يقول لك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لا، افتكر مش كان كذا 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 كذا، ويقعد وتدرس مع إيه، يتدرس مع بعض. ليه؟ لأن مش من واجبهم أو مش من عملهم الاحتكاك بجمهرة الأعمال في الناس. فإذا ما أردنا إننا نستشهد رجلين ولا وجدناش إلا رجل، يبقى رجل وامرأتين. أن تضل إحداهما، تضل يعني إيه؟ تنسى.